محمد الصبر رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة. محطة اليوم هي المؤتمر الوطني 16 للجمعية، ومحطة ينعقد كل 4 سنوات من أجل تقييم السياسات العمومية في قضايا الطفولة والشباب وتقديم بدائل لتتهتم بالطفولة المغربية وتتهتم بالشباب، وهي كذلك محطة للاحتفال بالقدماء الجمعية والاحتفال كذلك بالفنانة المغربية سعيدة فكري كإحدى المكرمات. وكما تلاحظون هو حفل فني غادي تكون فيه مجموعة المشاهب ومجموعة جدل الموسيقي. تكريم الفنانة سعيدة فكري بحكم أنها فنانة من الفنانات المغاربة الرواد اللي مهتمين بالأغنية الجادة، اللي محتاجين أن نسوق كجمعية تؤمن بثقافة البديل إلى هذه الثقافة الجديدة اللي هي ثقافة الفن الملتزم المهتم بقضايا المغاربة أجمعين. الجمعية أصلا هي شبابية، عدد المؤتمرين أجيد من 80% كلهم شباب بمعنى، ولكن هذا ما تيمنعش ان كاينه قياده من الجيل الرواد، لان اذا تلاحقوا الاجيال لان هي مؤسسه ديال التنشئه الاجتماعي. التكريم يعني داس واحد الجو عائلي رائع جدا بالتواصل مع شباب ما شاء الله الجمعية. بهذه المناسبة كنشكر الجمعية المغربية لتربية شبيبة، جمعية اللي اكتشفت فيها بزاف ديال يعني النزاهة والمثابرة والعمل الجيد والعمل الاجتماعي، وكنتمنى لها واحد المسيره موفقه وتزيد في العطاءات ديالها. وما احوجنا لهذا النوع من الجمعيات، لان شبابنا محتاج تاطير، محتاجني للتربيه على جميع المستويات، التربيه الاجتماعيه سياسيه لما لا، يعرف الشاب المغربي الحق ديالو والواجب ديالو، ما يبقاش كيتكلم غير على الحقوق وما يعرفش اشنا هي الواجبات ديالو. تربيه اجتماعيه، تربيه فنيه، خاصنا تربيه فنيه حتى هي تدخل يعني في الاطار ديال التربيه ديال الشباب ديالنا. فكنتمنى لهم المزيد من التالق والنجاحات في الميدان ديالهم، وكنشكرهم بالاحتفاء ديالهم بيا اليوم، وكنت سعيده لأن هذه الجمعية احتفت بيا. أنني صراحة لي فترة ما بقيتش يعني ما لعبتش الجيتار، كان عندي مشكل في الكتف، يعني أغلب الناس كيعرفوا هذه المسألة. فاليوم يعني قدرت نتجاوب مع الجمهور وقدرت نحرك الكتف ديالي وقدرت نلعب الجيتار، واخا ما كانش داك الشيء، ما كنتش فرحانة بلا بريستاسيون ديالي، مي كنت سعيدة فعلا فعلا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.